حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم، وفيها استضيف الصحفي في جريدة الحياة الأستاذ وليد شقير. أهلا فيك أستاذ وليد. صباح الخير. بداية أو بعد الظهر. بعد الظهر صرنا. بداية وقفة مع أبرز ملفات بيروت اليوم. هل ينبئ تأجيل جلسة الحوار بتأجيل محتمل للانتخابات النيابية بظل وضع حكومي بدأت ارتداداته تؤذي المواطن في أمنه الغذائي والصحي والمعيشي؟ أي دلالات تحملها رئاسة صبرة المسيحي للمجلس الوطني السوري بعد رئاسة سيدة الكردي؟ أستاذ وليد، حضرتك كونك مدير صفحة اللبنانيات بجريدة الحياة، هل في تغيير حكومي بلبنان قريبا؟ هل عم تقرأ ملامح تغيير حكومي؟ واضح أنه يعني مسكرة ما بيقولوا، في مأزق، في المطلب باستقالة الحكومة، وفي يعني رفض لاستقالة الحكومة من الفريق الأكترية، وبالتالي نحن أمام مأزق سياسي واضح يعني من مواقف الأطراف. ويعني إذا كان في مخارج عن طريق اتصالات أو حوار ممكن يجري رئيس الجمهورية، بعد لهلأ ما بيّن أبداً أي ملامح لأي مخرج حول التغيير الحكومي. وواضح أكثر كمان أنه هيدا يعني هالبلوكاج السياسي، هالمأزق السياسي، هالأمباس، شو بدنا نسميها يعني، فينا نطلق عليها كمية من الأسماء، هو سببه سبب إقليمي. يعني إذا كان هذه الحكومة تشكلت أيضا لسبب إقليمي، فرحيلها يجب أن يكون لسبب إقليمي، والمجيء بغيرها يجب أن يكون سببه إقليمي أو خلفيته إقليمية. وبالتالي ما نشهده بالإقليم واضح كمان أنه بحالة يعني انسداد أفق أي حلول وأي معالجات. طيب إذا الوضع إقليمي، تغيير إقليمي، أو يعني مثل ما عم تقرأ أنه إقليمي، على ماذا تراهن 14 أدار وما بدها تشارك بحوار ومع الأجل مشاركتها بمجلس النواب لحتى تغيير الحكومة؟ وعلى شو عم يراهن رئيس الجمهورية اللي عم يعمل استشارات لعله يصل إلى مكان ما؟ صار في قناعة بأنه هذه الحكومة لا يمكن أن تخدم كثيرا. هلأ طبعا يعني إذا جايين نحن على انتخابات، مفروض هذه مفروض يكون في حكومة تسمح بإجراء الانتخابات، يعني تقدر تشرف على الانتخابات. وبالتالي هذه الحكومة إذا استنفد يعني قدرتها على أنه تكون حيادية بالانتخابات، فمن الطبيعي أنه يكون هناك قناعة بأنه لابد من البحث عن بدائل. مشان هيك رئيس الجمهورية عم بيجري مشاوراته، هو مقتنع أنه لازم البحث عن بدائل على الأقل لإجراء الانتخابات، أو لأن هي الحكومة وأعضاء الحكومة غير مقتنعين أنه هي من قادرة تقوم بالانتخابات، تحت عنوان أنهم غير مقتنعين. لكن ما بيمنع شيء أنه يكونوا شايفين أنه الحكومة ما فيها تستمر هيك. مقتنعين قصدك أنه من قادرة تستمر، من قادرة تستمر، ولكن ما رح يسلموا ب يعني ذهابها بدون مكاسب سياسية أو بدون مفاوضات أو بدون يعني تحاور إلى ما هنالك. يعني هون البلوكاج حاصل. الرئيس عم بيحاول إنه يعمل اختراء عبر هذه المشاورات، لربما يتم التوصل إلى صيغة توفيقية حول مجيء حكومة أخرى. بس كمان بعدها الأمور مسكرة. مستبعدة أنت أنه يصير في حكومة جديدة؟ حيالله شكل يعني حكومة وحدة، حكومة إنقاذية، حكومة تكنوقراط، أنت مستبعد يصير في حكومة؟ طالما ما في تفاوض، واحد، طالما الوضع الإقليمي ما تغير. بس تفاوض بين مين ومين؟ بين يعني 8 و14، بين القوى اللاعبين الأساسيين بشكل أساسي. بشكل أساسي، وبشكل أساسي أكثر كمان بين حزب الله وتيار المستقبل.
الفريقين الرئيسيين المتنازعين بكل يعني جبهة من جبهتين اللي يعني جبهة الأكثرية وجبهة المعارضة. طالما ما في هذا التفاوض وطالما ما في تغيير بالوضع الإقليمي فما مبين انه هيك حكومة ممكن يعني حكومة جديدة ممكن تركب او ما مبين كمان انه الفريق اللي متمسك بالحكومة مستعد انه يقدم تنازل ليسمح بتشكيل حكومة جديدة وبالتالي متمسك بالأكترية اللي موجودة وما بده انه تتغير هاي الحكومة. خلينا نرجع نذكر يعني دايما انا صار شوي مملة. هاي الحكومة اجت نتيجة فشل سين صحيح. الان نحن في ظل يعني ذروة الصراع سين حلوة هاي ذروة الصراع سين وبالتالي يعني ما أدى إليه اتفاق الدوحة من معادلة نسبية للاستقرار بالبلد فرط هذا هو فرط سياسيا عندما فشلت سين صحيح. الآن يعني قوى المعارضة بتقول أنه فرط مش بس سياسيا فرط أمنيا بعودة الاغتيالات صحيح. وبالتالي إذا بده يكون في معادلة جديدة بظل عدم وجود سين معناتها بده يكون في تغيير بالمنطقة. خلينا كمان نحكي الأمور بوضوح أكثر في وضعية الأزمة السورية إلى أين ستتجه هذه الأزمة هي اللي بتحدد نتاج يعني الصراع بين سين على الساحة اللبنانية مثل ما راح تحدد نتاج الصراع الأكبر والأوسع واللي كمان سين جزء منه بسوريا نفسها. هل سيستمر النظام أم لا يستمر إلى ما هنالك؟ إذا استمر يعني مش غايب عن بالنا أنه القوى السياسية الرئيسية بالأكترية الحالية وخصوصا حزب الله تراهن على استمرارية هذا النظام حتى النهاية وأكثر من ذلك تقوم بدعم هذا النظام ليصمد ولا يبقى مهما كان الثمن. هذا التعبير مهما كان الثمن يعني الجانب الإيراني بده يدعم بقاء هذا النظام مهما كان الثمن إلى أقصى الحدود. طبعا لأن فيه ضربة لهم إذا سقط النظام يعني حتى ما استعمل تعبير ضربة نكسة. طيب التغيير بسوريا يفترض أن يؤدي حكما إلى إعادة تشكل الوضع السياسي بلبنان. ما هو التغيير بسوريا عم بيعمل إذا حصل عم بيعمل بيكون إعادة تشكل بالمشهد السياسي الإقليمي كله. ومن نافي القول أنه نعتبر أنه هذا بده يؤدي إلى إعادة تشكل بال المشهد السياسي الداخلي اللبناني أيضا اللي هو متشكل أصلا نتيجة وضع إقليمي سابق على الأزمة السورية. عفوا التغييرات بالوضع الإقليمي بدها تفرض حكما هذا التغيير ب يعني موازين القوى السياسية الداخلية اللبنانية بالمشهد السياسي الداخلي اللبناني كله. وهون التأزم في طرف لأنه متمسك ببقاء النظام السوري ويراهن على بقائه إلى أقصى الحدود ويعني يصل إلى حد أنه يعتبر أنه في حال حصل تغيير في سوريا هذا لا يعني تغيير في لبنان كمان بعد التغيير بسوريا. فهون مأزق سياسي اللبناني
عظيم. حكيت عن السين سين، عمليا فينا نعتبر انه السين اللي هي اطاحت بحكومة الرئيس سعد الحريري وشكلت هذه الحكومة ولا تريد ان يسقط النظام في سوريا اللي هي سوريا بطبيعة الحال والمحور، هو اليوم الاقوى. طب ماذا عن السين الاخرى؟ يعني ماذا عن جماعات السين الاخرى؟ باي طريقة عم تدعمهم؟ يعني كيف تخاط حرب يعني كأن حرب غير عادلة؟ يعني في فريق اقوى من فريق اخر على الاقل على الارض، يعني الخلل بميزان القوة موجود حكما يعني من البداية من الأساس. يعني هذا الخلل موجود لأنه يعني السعودية إذا كان بدنا نحكي عن دعمها لفريق معين، دعمها محدود بالسياسة وربما بالمساعدات المالية، ولكن مش بالسلاح. موضوع الخلل بالميزان القوى واضح، يعني طالما في سلاح على البلد على الساحة، وهذا سلاح عم بيحدد وبيرسم اللي بيسموه 14 أذار بيوهجوا معادلة سياسية. أستاذ وليد، رح أرجع يعني هالمعادلة السياسية اللي يبدو أنها صعبة تتغير هلأ بلبنان، هيك إذا بقيت هالحكومة، إذا كان في صعوبة بتغييرها، هل ستجرى الانتخابات بظل هذه الحكومة؟ ستقبل 14 أذار؟ يعني عملياً مقاطعة المجلس النواب، أو خلينا نكون دقيقين، اللجان اللي بيحضر فيها وزراء من هذه الحكومة ما عم يشتغلوا على قانون انتخابات، هل تحصل انتخابات وفق أي قانون؟ وهل في ظل هذه الحكومة ممكن يكون في انتخابات؟ يعني إذا لم تسقط هذه الحكومة بدها تحصل انتخابات بظلها. هذا اذا عم نفترض انه ما رح تتغير الحكومه. بس يعني بعد في وقت من هون للانتخابات حتى نشوف اذا رح تبقى او لا هذه الحكومه، اللي مثل ما قلنا انه حتى الفريق المتمسك بها مقتنع ضمنيا بدون ما يعلن هذا الشيء بانه من الامثل، ما قادره تكمل هيك. ما قادرة تكمل بهذا. يمكن هذا الفريق قبل ما تكفي الفكرة اللي سألتك عنها، هذا الفريق مقتنع ولكنه أفضل من حكومة تانية يمكن ما يكون هو مسيطر فيها، أو يعني أفضل من حكومة يرفض الفريق الآخر على التفاوض معه حوله، لأنه الفريق الآخر عم بيقول ما بدنا حكومة وحدة وطنية. صحيح. وحكومة سياسية، عم بيقول حكومة حيادية. صحيح. تشرف على الانتخابات. هلا بالنسبة لموضوع الانتخابات، ما بعتقد أنا 14 أذار ستذهب بالمقاطعة إلى حد مقاطعة الانتخابات. إذا جرت هذه الانتخابات فرضا في ظل استمرار وجود هذه الحكومة، لأنه هني عم بيقولوا أنه هني رح يربحوا هذه الانتخابات بكل الأحوال. هذا اللي عم يعلنوه، وبالتالي مش منطقي ابدا انه يرفضوا اجراء الانتخابات. السؤال هو هل الفريق الاخر بده الانتخابات؟ اذا صحيح انه 14 اذار واثقه جدا من انها ستربح الانتخابات، لانه اذا صحيح انه 14 اذار وحلفائها رح تربح، رح تجيب هي اكثريه، فهذا يعني بالعوده العلاقة مع الشيء اللي قلناه بالأول، إعادة تشكل المعادلة السياسية الداخلية. هذا يعني أنه عم بينعاد تشكيل المعادلة السياسية الداخلية اللبنانية خلافاً لما يسمى يعني بالمعادلة اللي نشأت نتيجة يعني الخلل بميزان القوى لمصلحة المحور الإيراني السوري بالبلد. بالتالي هون يطرح سؤال، عما إذا كان هذا الفريق هو من مصلحته إجراء الانتخابات أو لا، إذا كان هالشي بده يغير بالمعادلة. في مظاهر لطرح هذا السؤال، أو في مؤشرات بمواقف بعض أطراف هذا الفريق. كيف يعني من خلال يعني ما قيل عن انه اذا جرت هذه الانتخابات على اساس قانون 60، هذا مع افتراض انه لن يكون هناك
اتفاق على القانون البديل. نعم. العماد عون قال انه هذا يعني مشكلة كبرى اذا بقى قانون 60. امبارح اولت امبارح حزب الله الوفد اللي كان عند البطريرك الراعي قال انه دفن قانون 60. حتى البطريرك الراعي قال. حتى البطريرك الراعي طبعا موقف معروف موقف البطريرك الراعي. فاذا قوى الأكثرية الحالية إذا بظل هالأمباس اللي نحن فيها ما تم التوصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب عم بيعتبر أنه هذا القانون مش لمصلحته وهذا القانون ربما يكون أكثر لمصلحة المعارضة عم بيعطي إشارات فريق الأكثرية بأنه قد لا يحبذ حصول الانتخابات في حال بقينا على قانون 60. وهل يعني يمكن أن يتحمل البلد هذه الحكومة يمكن أن تتحمل رئيس الجمهورية تأجيل الانتخابات لسيما أنه الزوار الأجانب كلهم اللي إجوا على لبنان وعلى رأسهم أولاندو ورح أسألك عن نتائج زيارته هون 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 يعني في شيء بالمقابل اللي هو موقف الرئيس سليمان موقف النائب وليد جنبلاط وموقف قوى 14 أذار بالإصرار على الانتخابات بموعدها منضيف على هالشيء كل المواقف الدولية والإقليمية اللي داعمة لحصول الانتخابات في موعدها مهما كان الظرف فنحن كمان أمام سوسبنس إذا بدي من هاي الناحية أنه الفريق اللي بده إجراء الانتخابات كمان مش بس يقتصر على المعارضة اللي هي قوى 14 أذار في رئيس الجمهورية وفي النائب جنبلاط بده إجراء هذه الانتخابات. النائب جنبلاط يعني بيقول من كم يوم ثمن تسليم حزب الله لسلاحه لن يكون أقل من طائف جديد هو عم يتوجه كان لتيار المستقبل تحديدا إجا رد عبر صحيفة الجمهورية يعني بتقول خلينا نطبق هالبنود لماذا طرح اليوم موضوع اتفاق الطائف هل في كمان اتجاه لتغيير هل يتجه نحو ما قاله مرة السيد حسن نصر الله عن يعني مؤتمر تأسيسي يعني طبعا موضوع الانتخابات النيابية بالبلد مسألة أساسية ومفصلية بدها تحدد لأربع سنين جايين مجريات الصراع السياسي بس اليوم لفتني كلام لأحد نواب حزب الله قال فيه إنه إذا لم يحصل على اتفاق على قانون الانتخاب فهذا بيطرح مسألة النظام السياسي بالبلد شو بيعني هذا الكلام؟ بيعني إنه إذا هذه الانتخابات ستؤدي إلى نجاح قوى المعارضة فهن بيعتبروا قانون الانتخابات الذي أنجح قوى المعارضة يجب أن يتغير وإذا لم يتغير يجب أن نبحث بوضعية النظام السياسي ككل في قناعة عند يعني دوائر بحزب الله خلينا نقول عند قياديين بحزب الله بأنه إذا بده يبقى الوضع مثل ما هو تجي انتخابات بيرجعوا بيربحوا 14 أذار أو القوى المعارضة يعني المخاصمة لحزب الله لابد من أنه نبحث بمسألة النظام السياسي ككل هذا بيستبطن يعني لهم حق يمكن يكون يقولوا بهذه الحالة 14 أذار يعني إذا شايفين قوى 8 أذار إنه الانتخاب ما رح يربحوا بالانتخابات يعني بده يغيروا النظام كله يعني بده ينصف الطائف كله بس كيف يصير تغيير النظام؟ يعني هذا بده التفاوض هن راغبين النقطة الثانية بس اللي طبعا. يعني بالإضافة إلى هذا الكلام تبع النائب عن حزب الله هناك
يعني ببعض الأوساط اللي عم تحاول تبحث عن حل عن مخرج من المأزق الحالي اللي حكينا عنه بالبداية واللي معروف يعني في مطالبة باستقالة وفي لا في ناس عم بيقولوا ما بتستقيل وفي كمان عدم حوار في ناس عم بيقولوا تعوا على الحوار أنه إذا بده ينبحث بموضوع الحكومة فبده ينبحث بإشياء كتيرة أنه عند حزب الله في قناعة وعند بعض حلفائه مش بس بالحكومة بالحكومة بقانون الانتخاب وبالانتخابات بحد ذاتها وبما بعد الانتخابات. شو يعني ما بعد الانتخابات؟ ما بعد الانتخابات في القوى المعارضة عم تقول إذا نحن ربحنا بدنا نحكم نحن كأكثرية نسمي رئيس المجلس وبدنا نعمل حكومة يعني يعني هذا كله هلأ الدخول بالتفاصيل بيصير بده يدخلنا بدهاليز تانية يمكن يعني كيف رح يتعاطوا مع رئاس المجلس ومع بس جوهر الموقف عندهم أنه بدنا نحكم نحن كأكثرية مثل ما هذه الأكثرية الآن حاكمة إلى آخره. فهون 8 أدار عم بتحاول تقول إذا صح هذا الكلام عم بقولك يعني هذا كلام مسموع بدوائر معينة لمناسبة الحديث عن البحث بمخرج لمأزق الحكومة الحالية. معناتها 8 أدار هون عم بتقول إنه ما بنبحث بس بتغيير الحكومة ومجيء حكومة حيادية أو حكومة وحدة وطنية ومين رئيسها وما بعرف إلى آخره والحصص نبحث بما بعد بالقانون يعني بدهم باكج ديل بدهم سلة اتفاق على قانون الانتخاب على الانتخابات بحد ذاتها يعني هون التحالفات ما تنسي إنه الدوحة عمل توافقات موضعية بظل التنافس عمل توافق على النائب الشيعي أحد النائبين الشيعيين في بيروت صحيح. عمل توافق على كيفية دمج عمل توافق على يعني بعض المقاعد النيابية بجنوب بطرابلس مرجعيون حصبية بطرابلس إلى ما هنالك ف هل كمان مقصود بهذا الكلام أنه بدنا نرجع نشوف كيف بدنا نعمل توافقات على توافقات على مقاعد معينة طيب. لما فبالتالي إذا بدنا نرجع للكلام الأول سؤالك الأول أنه طائف جديد في مجموعة مؤشرات عم بتدل بأنه إذا ما توصلنا لكمبرومي سياسي حول مجموعة من الأمور مش بس الحكومة في رغبة يعني في اتجاه عند يعني بعض الناس بحزب الله عم بيحكوا فيها يقال ببعض الأوساط لأنه خلينا نبحث بالنظام كله لكن نغير بالنظام هل أيضا وليد جملاط راغب يعني مش بس عند حزب الله عم نسمع هالكلام حتى عند وليد بيك جملاط عم نسمع هالكلام هل هو راغب؟ هو الكلام كلام اللي عم بيقوله نائب جملاط شو عم بيقول أنه حسب التجربة بالتاريخ أنه معالجة مسألة السلاح تحتاج إلى طائف جديد هو رابطها بمسألة السلاح مزبوط يعني هو رابطها تسليم سلاح حزب الله لن يكون أقل ثمن وأقل من طائف جديد طائف جديد فإذا هون عم نرجع لمسألة تانية اللي هي تغيير النظام مش بس إجراء انتخابات مش بس تغيير حكومة مش إلى آخره إلى آخره هذا الكلام بيفتح على يعني مغارة كبيرة خلينا نقول قصة البحث بطائف جديد يعني إذا بدك نحكي فيها بس بدي أسألك كنت يعني عم تطرح فكرة إنه إذا ربحت 14 أدار الانتخابات هذا الشيء اللي يصور اليوم وهيك أيضا يعني شاعرة يمكن قوة 8 أدار واسئين بحالهم ساعتها هون عم تحكي إنه وليد جملاط حيترشح يعني رح يتحالف مع قوة 14 أدار مثلا حتى ليأخذوا الأكثرية كيف تقرأ وليد جملاط اليوم هل هو بالسياسة مع 8 أو مع بالمرحلة هاي مع 8 أما بالانتخابات سيخوضها مع 14 على رغم الخلاف مع سعد الحريري يعني هذا متروك للوقت بعتقد أنا بس الآن هو بالوسط ما هي بالوسط اللي أقرب لثمانية فيما يخص موضوع الحكومة
طبعا موضوع الحكومه بالوسط الذي هو اقرب بموضوع الانتخابات. بموضوع الانتخابات ما صار يعني ما بعتقد صار اي بحث او تفاوض الا هذا الاجتماع اليتيم الذي حصل بين جنبلاط والرئيس سعد الحريري ببيريز قبل شهر كبير ونص كمان. واللي اتفق فيه على تنسيق بالانتخابات وعلى اتفق فيه على يعني الأخذ بعين الاعتبار أنه هواجس جنبلاط من أي مشروع سواء بيتعلق بدوائر الصغرى أو بالنسبية اللي هني اثنيناتهم متفقين عليها. شو بده يصير من بعد هذا الخلاف الذي حصل حول موضوع الحكومة؟ متروك هذا هو خلاف حول موضوع حكومي ونحكي كمان عن علاقة مع الصين السعودية. في غموض وخلينا نقول في غموض ومسألة مفتوحة. ممكن يكون يعني جنبلاط بده يعمل تحالفات مع 8 أدار ببعض المناطق ويعمل تحالفات مع 14 أدار بمناطق أخرى، وممكن لا يروح يتحالف مع 14 أدار مرة أخرى. مسألة مفتوحة. أنا برأيي كل الأطراف يعني خاصة نائب جنبلاط هون بعد هذه الأزمة الأخيرة تارك الأمور مفتوحة. أستاذ وليد، بالكلام عن التغيير النظام السياسي، هل برأيك حزب الله يشعر أنه سقوط النظام السوري بات قريب وبالتالي هتلا يخلق نظام سياسي جديد بلبنان يخلق لحاله محل أكبر؟ تماما، ضمناً نحن قلنا بالبداية أنه هو يتمسك ببقاء لا هو يتمسك إلا إذا يعني نحكي أوكي. إذا ضمناً في نقاش داخل حزب الله أنه طيب عندما يسقط إذا سقط أو هذا الاحتمال وارد إلى آخره ماذا نفعل؟ شو بيكون موقفنا بلبنان؟ من يعني هذا السؤال بالنقاش الداخلي اللي دائر ربما في بعض المعطيات اللي بتقول انه اخذ قيادين بحزب الله الى طرح مسألة تغيير النظام السياسي بالبلد من اجل ضمان حضور يعني من اجل الحصول على ضمانات بحضور اكثر يعني فعالية وثابت أكثر لحزب الله في المشهد السياسي، وما يسمح بأنه انحسار القوى الإقليمية التي دعمت هذا الدور الكبير لحزب الله بالتوازنات السياسية اللبنانية ما يسمح كمان أن ينحسر هذا الدور بعد انحسار القوى الإقليمية اللي دعمت هذا الدور سابقا. بده ضمانات مقابل، بده شيء مقابل، بده دور أكبر مقابل انحسار الدور الإقليمي اللي دعم موقعه في السلطة السياسية وفي التوازنات السياسية الداخلية اللبنانية. بده بديل لهذا الدعم الإقليمي الكبير. هون السؤال مثل ما قلت لك ديك ساعة، هذا الموضوع اللي حكي عنه نائب جملات فيما خص طائف جديد بفوتنا بمغارة طويلة عريضة، لأنه إذا كان أي تسوية سياسية بالتاريخ اللبناني كانت عم تحصل نتيجة حلقتين يعني من الصراع، حلقة داخلية والحلقة الخارجية. طيب لما بيحصل تغيير إقليمي من نوع سقوط النظام السوري إذا فرضنا هالشيء، وبالتالي هذا بيتطلب كمان إعادة تشكل الوضع السياسي الداخلي اللبناني. شو حجم يعني الدور الخارجي بهذه التسوية، وشو حجم الدور الداخلي؟ كيف بدنا نحدده قبل ما تظهر النتائج وانعكاساتها على السياسي على الساحة السياسية الداخلية؟ هاي من جهة. من جهة تانية، إذا في يعني طائف جديد يعني إصلاحات بالدستور هذا، طيب باتفاق الطائف الإصلاحات التي أدخلت على الدستور كانت نتيجة
مطالب مرفوعة منذ العام 76. يعني إذا بنرجع بالذاكرة شوي، لما انطرحت مطالب المشاركة وتعزيز صلاحيات رئاسة المجلس الوزراء بال 76 باللقاء الإسلامي ولقاء دار الفتوى الذي كان من ضمنه في ذلك الحين مفتي الشيخ حسن خالد، الإمام موسى الصدر، رؤساء الحكومات السابقين الكبار والأقطاب والتاريخيين بالبلد، صعب إسلام، رشيد كرامي، عبد الله اليافي، هدول كانوا بتلك اللقاءات التي رفعت هذه المطالب المعلنة وأدت بال 76 إلى ما يسمى الوثيقة الدستورية، ولم تنجح، ثم أدت إلى الاتفاق الثلاثي الذي فشل ولم ينجح، ثم إلى ورقة جلاسبي وصولا إلى اتفاق الطائف واجتماع البرلمانيين وتوافقهم على طبعا برعاية دولية عربية إلى آخره. فإذا طائف جديد يتطلب أيضا شوية مطالب معلنة، ما حدا طارح شيء. يعني في افتراضات هون، في حكي ببعض الدوائر إنه لتأمين هذه الضمانة لقوة سياسية كبيرة ومهمة مثل حزب الله وبالتالي للطائفة الشيعية مطلوب يكون إلى دور أكثر أو من عطاية مواقع مهمة أكثر داخل السلطة التنفيذية، إذا بدنا نحكي مثل يعني شيء مثل الطائف. صحيح صحيح. القديم. فهون طيب شو هي المطالب؟ ناس بيحكوا عن وزارة المالية ترجع تكون لشيء، ناس بيحكوا عن مجلس رئاسي مع رئاسي مداورتها، ناس بيحكوا عن يعني ناس عم يحكوا عن المتالتة، وناس عم يحكوا عن المتالتة، وكل وحدة إلى مشكلتها الكبرى. ناس بيحكوا عن انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، لأنه يعني نذكر بعد انتخابات 2009 أنه السيد حسن نصر الله قال أنه الأكترية الشعبية معنا، أني معهم الأكترية البرلمانية أما الأكترية الشعبية معنا. فبالتالي إذا يعني هذه هي قناعة حزب الله وثماني أدار، فأنه بيطرحوا مسألة انتخاب رئيس جمهورية من الشعب لأنه بيعتبروا أنه عنده الأكترية إلى ما هنالك. ولكن هذا كمان عنده مشاكله هذا الخيار، لأنه بيفتح على شو بينعمل بصلاحيات رئيس الجمهورية. هذا النظام بيبقى مثل ما هو برلماني ديمقراطي أو هون حطنا بمغارة عن جد إلى ما هون. على كل حال رح نتوقف مع فاصل إعلاني، وبعد الفاصل رح كفي شوي مع وقفة إقليمية، سوريا، إيران، أيضا ما بعد انتخابات الأمريكية وإعادة انتخاب أوباما وما كتبه وليد شقير في صحيفة الحياة. ابقوا معنا. نتابع الحوار مع مسؤول صفحة اللبنانيات في صحيفة الحياة أستاذ وليد شقير. أستاذ وليد، كتبت مقال عن أوراق سوريا بالمنطقة، كيف عم تحرك أوراقها على الحدود مع تركيا بالأردن بلبنان بالعراق. هاي مرة كتبت مقال عن أوباما وإيران وسوريا والأولويات ما بعد إعادة انتخاب باراك أوباما. قبل ما فوت بمؤتمرات المعارضة السورية وانتخاب جورج صبرا وإلى ما هنالك، هل سيتغير شيء ما مع إعادة انتخاب باراك أوباما، أو الأمور رح تبقى على حالة وتكفي؟ يعني معظم اللي بيعرفوا بالسياسة الأمريكية بيعتبروا أنه ما في تغيير جذري، ربما يحصل تغيير بالأداء. يعني أنا حاولت أقول بالمقال الثاني أنه صحيح ما يعني ما فيها الاهتمام، يعني أولوية التحديات الاقتصادية الداخلية بالولايات المتحدة الأمريكية سواء قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات وبدها تستمر بعد الانتخابات، وهذا شيء ظهر من خطاب وخطابين اللي عملهم أوباما بعد فوزه، بدها تستمر إلها الأولوية. وبالتالي حتى المواقف اللي العلاقة بالسياسة الخارجية بدها تكون مدوزنة حسب الأولويات الداخلية. يعني إذا بدنا نحكي هون عن وقت اللي بينحكى عن خفض
ميزانية الدفاع بسبب الصعوبات الاقتصادية اللي عم تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا بيأثر على أي قرار بيتعلق بالأزمة السورية، إذا تدخل عسكري أو غير تدخل عسكري، إذا إلى ما هنالك يعني، أو قيام منطقة عازلة أو غيرها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني اللي بده يتغير هو ربما أنه بعد ما كانت الولايات المتحدة بكومة انتخابية كاملة جمدت أي بسبب الحملة الانتخابية، جمدت أي حركة حتى حركة سياسية منتجة وعملية سواء حول ملفات المنطقة ولا سيما منها إيران، سوريا، فلسطين. فالخروج من هذه الكومة الآن يفترض أن يكون في سياسة نشطة أكثر تحت سقف عدم التدخل العسكري، تحت سقف عدم تأثير أي موقف خارجي على الأولويات الداخلية الاقتصادية إلى ما هنالك. هون مفروض يعني ننتظر نتوقع أنه تفاوض أمريكي روسي، وهناك كلام عن اجتماعات الخبراء بدأت قبل انتهاء الانتخابات الأمريكية بين يعني موظفين في وزارات أساسية خارجية دفاع. مشان شو هالشيء؟ تحضيراً لمفاوضات بين الإدارتين. لو تختص بالشرق الأوسط. بكل المواضيع العالقة بين بين الدولتين الكبريين. مفروض نتوقع كمان يعني وضوح بالموقف الأمريكي أكثر. نحن عم نشهد الآن نوع من توحيد للمعارضة بعد توحيد كمان المجالس العسكرية على 5 جبهات عسكرية بسوريا. كان أحد اشتراطات واشنطن الإدارة الأمريكية أنه أن تتوحد هذه المعارضة، أن يكون لها رؤية موحدة أكثر، وأن يعني حتى تعرف دول غربية والمتحدة مع مين بدها تتعاطى. خليني أسألك هون أستاذ وليد، ربطت شوي التدخل العسكري أو موقف أمريكي من تدخل عسكري أو ربما إقامة منطقة عازلة بالوضع الاقتصادي الأمريكي. رح أسأل سؤال افتراضي، ماذا لو كان العرب هن مستعدين يمولوا لنقول يعني ضربة عسكرية أو منطقة عازلة بس ناطرين قرار سياسي أو أوكي من أمريكا؟ هل ممكن تعطي هل ممكن هذا ممكن طبعا من هاي من جهه، من جهه تانية ولكن الاهم من هيك هو عفوا هو التوافق بين الولايات المتحده الامريكيه والدول المعنيه بمجلس الامن على اي عمل ممكن يحصل بسوريا، لانه كمان سياسه اوباما اذا قلنا ما راح تتغير جذريا، من المسائل الأساسية فيها أنها لن تقدم على أي شيء، مش بس هي كمان أوروبا، الفرنسي فرانسوا هولاند قالها وكاميرون لن يقدم على أي شيء بدون إجماع المجتمع الدولي، بدون قرار من المجتمع الدولي، بدون مجلس الأمن. وبالتالي أي تحرك بده توافق داخل مجلس الأمن. هلأ في الحكي عن صيغة معينة عم بيسعى لها الممثل الخاص الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي لتظهير عملي لخطة جنيف بقرار لمجلس أمن، طبعا مع تعديلات عليها أو مع توضيحات لها. يعني قرار مجلس أمن بهيدي الحالة، في حال نجح هذا الشيء اللي بده مثل ما قلنا تفاوض أمريكي روسي، يضع آلية لعملية الانتقال السياسي داخل سوريا. وبالتالي هون بيصير ملزم يعني عندما ينضم الروسي إلى آلية واضحة، لأنه جنيف حكيت عن الانتقال السياسي بس تركت الآليات للتفاوض. هل الروسي يعني وصل لمحل بات مقتنع قرب أكثر؟ هذا اللي بده تفاوض أمريكي روسي.
حضرتك شو عم تقرأ قراءتك للموقف الروسي اليوم؟ حتى الآن لم يتغير. لم يتغير. طب ماذا تقرأ يعني في كتير كلام سمعنا قرينا بالصحف من كم يوم إنه بس عم يلاقوا مخرج للرئيس بشار الأسد وكأنه في تسليم إنه حتى هو بات مقتنع، إلى أي حد هالكلام حقيقي وسليم؟ أكيد هو مش مقتنع. أكيد. طب ما هو قال بآخر مقابلة إنه مع روسيا في سوريا وأموت في سوريا، وقال إنه الأمريكان ما بدهم إياه يفل لأنه هو نظام علماني الوحيد بالمنطقة بالوقت اللي يعني هو عايش بعالم افتراضي تاني مختلف تماما عن هذا الكلام اللي عم اللي عم بتقوليه بأنه ربما صار هناك يعني قناعة بأنه لابد من البحث لمرحلة ما بعد الأسد وإلى آخره أو يعني بتغيير الأسد، بس هو مش بهذا الجو إطلاقا إطلاقا. هل بيتغير موقفه إذا الروس غيروا موقفهم؟ ومثل ما قلنا هذا كمان بده يعني تفاوض أمريكي روسي بيشمل مش بس سوريا، مسائل كتير باكيتش كمان. طبعا أستاذ وليد، الأوراق التي ممكن أن تحرك سوريا بالمنطقة، رح بلش من الأحدث اليوم. لأول مرة منذ 73 إسرائيل ترد على مصدر نيران من الجولان داخل الأراضي السورية، ماذا يعني هذا التطور؟ يعني النظام السوري عم بيحاول يستعمل الأوراق كلها على كل الجبهات. أنا بعتقد أنه يعني الإطلاق النار اللي حصل على جبهة الجولان محاولة تذكيرية بأنه نحن فينا نقود الاستقرار القائم على الجبهة منذ العام 1973 74 اتفاق الفصل القوات. يعني هذا الشيء بيعني انه الاسرائيليين عم بيحاولوا يعني يبلغوا رساله بانه هذه الرساله اللي عم تبعتوها ما فينا نحمل نحن انه تستخدموا الجبهه معنا مره اخرى، وانه هذه الرساله نحن فينا نرد عليها بقوة. هل ترد إسرائيل إذا ما يعني تكررت هالقصة؟ يعني في قرار بالرد ولا وبس كله كلام؟ بستبعد إنه إسرائيل تفتح حرب بسبب هذه التحرشات. مثل ما تركيا تجنبت الحرب. هذا اللي أسألك إياه. بس قبل أخلص مع إسرائيل، يعني حصلت اليوم ممكن إنه تحصل، ممكن إنه تتكرر من قبل الجانب السوري؟ يعني هذا بتوقف على حسابات، يعني هو عنده عدة جبهات، مرة بيحرك هون ومرة بيحرك هون، حرك على الجبهة التركية، وكمان تركيا يعني ما ردت بشكل كبير، انه ردت كمان على مصادر نيران. وهون يعني كمان دايما برجع لمقالاتك، كنت حكيت عن اكثر من ورقة حركها كان بالاردن او العراق، بات هناك نقاش علني حول طلب تركيا بنشر صواريخ باتريوت على الحدود التركية السورية بعد شهرين متوترين بأعمال قصف وقصف مضاد بين الدولتين. طب إذا نشروا شو يعني السياسة نشر صواريخ باتريوت على الحدود التركية السورية بعد ما كان في طبعا الأطلس يتدخل ونعرف الناتو، يعني تركيا دورة بالناتو، شو يعني؟ شوفي، لما إذا بدنا نفترض أنه النظام السوري عم يستخدم أوراق إقليمية بهدف التسبب بنزاع إقليمي نتيجة الضغوط عليك يعني لإسقاطه. بس بدي أقاطعك أستاذ وليد، ما بعرف، في خبر عاجل هلأ إجا، إطلاق نار في عين الحلوة بين مناصرين للشيخ الأسير وبين عناصر من حزب الله، بس ما بعرف شو فوت عناصر حزب الله على المخيم، يعني هاي وسقوط قتيل وثلاث جرحى، معلومات يعني واصلة عبر وسائل إعلامية، بس عم أقولها بس ما بعرف دقة الخبر. خلينا ننطر توضح أكثر. ننطر توضيحات أكثر، تفضل. فكنت عم بقوله أنا إذا كان في نية عند النظام إنه ينفذ الشيء اللي بيسموه تصدير أزمته إلى الخارج أو الشيء اللي قاله الرئيس الأسد أول مبارح بأنه يعني
أو اللي كانوا هددوا فيه سابقاً بأنه الأزمة بسوريا تقوض الاستقرار بالمنطقة ككل. إذا في نية لتصعيد هذا النهج وبالتالي بدأت الدول المحيطة بدأت تأخذ قرار بمواجهة هذا النهج، لا بمواجهته بالدخول بقصف، بمواجهة عسكرية كاملة إلى ما هنالك. سوريا عندها ترسانة من الصواريخ البعيدة المدى اللي بتتطلب إنه إذا في قرار من هذا النوع الاحتياط له عبر نشر صواريخ باتريوت. يعني أنا حكيت عن نقاش، هذا بيفترض إنه هذه القوى هذه الدول عم بتناقش إنه بحال جرى التصعيد عم تحتاط، نحن يعني بدنا نحن واضطرينا نواجه ذلك. إذا حاولنا إقامة منطقة آمنة وعازلة نتيجة تضاعف يعني تدفق النازحين على الدول المحيطة بحيث يضطرنا ذلك إلى إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية لحتى المهجرين والنازحين يقعدوا فيها، لأنه ما عاد في إمكانية أنه تركيا والأردن ولبنان يقدروا يستقبلوهم بالشكل يعني بالدفق اللي عم بيحصل بالوتيرة اللي عم تحصل حاليا. وبالتالي النظام حاول يمنع قيام هذه المنطقة الآمنة وهذا جر إلى نزاع. يعني هون كل هذه الاحتمالات تطرح مسألة الباتريوت وغير الباتريوت. يعني ما بعرف شو عم بيصير نقاش حول الاحتمالات العسكرية بالناتو وعند الدول هيدي الكبرى واللي بتتشعب هيدي النقاشات حول أو دراسة الاحتمالات العسكرية. كاميرون حكى عن تسليح المعارضة. طيب ماذا عن تسليح المعارضة؟ هذا كنت بدي أوصل للمعارضة السورية، قالهم من أول منذ بدء الثورة السورية وفي دعوات، وكان في دعوات كمان صريحة واضحة يعني من العرب تحديدا وزير خارجية قطر حمد بن جاسم، وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل كان يقول يدعي يعني دعمهم بالمال بالسلاح. بس ما هلا في سلاح اكيد ولا بشو عم يقاتلوا، بس البعض يصف هذا السلاح بانه غير كافي لحتى يواجهوا الجيش النظامي في سوريا. لماذا لا فعلا لا يتم تسليح المعارضه لتخوض الحرب بوجه النظام؟ لأن في حرب اليوم، يعني فينا نحكي عن حرب بكل سهوله. في عده اسباب. انا برايي يعني انا عندي راي بهذا الموضوع كتبت عنه. اولا انه الولايات المتحده ونتيجه يعني علاقتها مع اسرائيل لا تمانع في انهاك سوريا، انهاك سوريا بالنظام الحالي، وبعد سقوط هذا النظام ان تخرج سوريا منهكه يعني لضمان امن اسرائيل، لضمان ان لا تكون سوريا قوه مضافه بالمعنى يعني السياسي والعسكري بوجه اسرائيل بعد تغيير النظام. هذا واحد. اثنين وهذا بأمن اشياء كثيرة كمان الولايات المتحدة اذا كانت هذه فعلا سياستها. اثنين في هذه المخاوف اللي بعتقد جزء منها انا لتبرير السبب الاول بانه هذه الاسلحة لمين بدنا نسلمها؟ مين بدنا نعطيها؟ ومشان هيك في كلام عن انه في ضمنا سماح باط خلينا نسميها بتمرير بعض هذه الأسلحة الثقيلة اللي بتسمح بمواجهة واللي ربما استخدمت بإسقاط بعض الطائرات الميج السورية أعطيت كنموذج. بس الغرب عم بده يعني يسلم هذه الأسلحة إذا بده يقبط ليتم تمريرها لقوى عسكرية بيعرف مين هي. مشان هيك في حديث عن أنه في بضعة عشرات الآلاف من المنشقين الجنود المنشقين اللي موجودين بمخيمات معينة بالدول المحيطة
طبعا دول محيطة، خلينا نقول مش لبنان يعني، تركيا وربما الأردن ما بعرف، لا يتدربوا وينعمل لهم هيكلية عسكرية احترافية مقابلة لهيكلية الجيش النظامي السوري، وعندها ربما عندما يحين الوقت قد يعطوا هؤلاء أسلحة من النوع التي تسمح بمواجهة يعني التفوق العسكري عندما يحين الوقت يعني في وقت ما بعرف يعني ما هي ما حسابات الدول نحن حسابات الدول إذا عم نقول إنه هذه الدول من ضمن حساباتها أن تخرج سوريا منهكة فلأنتين بدهم يخلوها ضل منهكة. حضرتك كتبت تخرج سوريا منهكة، النظام منهك والمعارضة منهكة. نعم يعني. نعم نعم إيه أنا هذا رأي شخصي إيه. بس أنا يعني بعض التصريحات والمواقف اللي صدرت خلال اليومين تحمل مخاطر من أنه النظام سيستغل هذه الفترة القريبة القادمة في تصريح لتوم فلتشر السفير البريطاني في بيروت عن عاصفة قادمة على سوريا وفي تصريحات أخرى في منها كلام إدوارد جرجيان السفير إدوارد جرجيان اللي كان بمرحلة معينة مساعد وزير خارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط واللي هو كان سفير بسوريا حذر من أننا قادمون على سبرينيتسا جديدة بسوريا ففي خشية حقيقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة من مجازر كبرى يستخدم فيها النظام قدراته بكثافة عالية جدا لمزيد من التدمير ومزيد من المجازر ومعتقدا أنه بهذه الطريقة بيتحقق الشيء اللي قاله الرئيس الأسد بمقابلته بأنه هو باقي وأنه ما في تغيير لنظامه والشعب داعم. هل إذا صار في تدمير كامل هذا يعني أنه هو باقي أنه يعني هو هيك بفكر؟ طب استاذ وليد طبعا أنا يعني ما بعتقد هالشيء بس هو هيك بفكر توحيد المعارضة بس اللي بده يصير بنتيجة هذا الشيء هو مزيد من الدم والمجازر التي تجعل من تعايش قوى المعارضة مع الرئيس الأسد بأي صيغة ممكن يقترحها المجتمع الدولي غير قابل للتنفيذ. قرأ أنه طبعا إطلاق صواريخ داخل إلى داخل الأراضي التركية هو يعني إشارة على إسرائيل كمان. حضرتك لما كتبت حطيت لبنان طبعا من ضمن الدول اللي هني ورقة بيد سوريا وقلت لعل لبنان يمكن هو كان عنده حلفاء كتير طبعا يسقط قذائف الدولة اللبنانية لا ترد بحكم طبيعة العلاقة إلى ما هنالك. هل تضع كمان أو يعني كتبت بس ما تبنيت اغتيال وسام الحسن ضمن هذه الأوراق اللي عم تلعبها سوريا أنه عودة موجة الاغتيالات يعني الأرجح إيه؟ خليني نروح على المعارضة السورية. مسألة المؤتمر اللي صار وانتخاب جورج صبرا رئيس للمجلس الوطني السوري، ماذا يعني انتخاب مسيحي بعد ما كان طرح في السابق ولم يتم اختياره؟ هل هي هيك تكتيك سياسي لحتى يطمنوا الاقليات لحتى ما يفرط عقد المجلس الوطني السوري لانه في خلافات داخل الاعضاء؟ كيف تقرا انتخاب جورج صبرا؟ يعني انتخاب جورج صبرا هو يعني خلينا نقول اول رد على كلام بشار الاسد بانه هو النظام العلماني الوحيد الباقي في المنطقه وبالتالي هو ضمانه ل الأقليات في سوريا وربما في المنطقة. في قناعة كبيرة عند كتير من الناس بما فيها بلبنان، يعني العماد ميشيل عون بيعتبر أنه ضماني للمسيحيين بقاء الأسد لأنه نظام علماني. صحيح. البطريرك الراعي بيعتبر هذا الشيء كمان أنه هذا نظام علماني وبالتالي أضمن للمسيحيين من نظام سيأتي. في كمان وبالتالي هذا رد انتخاب جورج صبرا وتطمين للمسيحيين الذين ما زالوا مترددين في الوقوف ضد النظام
مسيحيين سوريين مترددين في الوقوف ضد النظام. كلا المسيحيين وكل الأقليات مش بس المسيحيين. نعم. الشغلة الإضافية هي أنه إحدى النصائح خلينا نقول أو الاشتراطات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية على المعارضة السورية أو على زيادة الدعم للمعارضة السورية هي أن تطمئن الأقليات أن تأخذ مواقف وتسعى لآليات تحمي هذه الأقليات ولا سيما العلويين والمسيحيين طبعا والدروز. هيدا كمان انتخاب جورج صبرا بهذا المعنى اللي هو شخصية علمانية ذات يعني فكره فكر شيوعي ماركسي وبالتالي من طبيعة الأمور أنه يكون شخصية علمانية بامتياز يعني فضلا عن ما يتمتع به من سمعة عن الاستقامة والتواضع والوطنية. عندما التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند العاهل السعودي ومن بعد أيضا كان في أكثر من طرف تلقى أيضا رسالة من أمير قطر سلموا إياها رئيس الحكومة القطرية. كل هذا التحرك العربي والعربي الغربي لوين وصل فيما خص الأزمة السورية؟ لأن كله قيل أنه سوريا كانت محور اللقاءات والرسائل. سوريا وإيران. وإيران بالنسبة لهولاند إيران. بالنسبة للقاء هولاند مع الملك السعودي سوريا وإيران بس يعني في محاولة توحيد للرؤى بين هذه القوى الإقليمية والقوى الدولية حول كيفية التعاطي مع الأزمة السورية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في محاولة أيضا في تباينات بين هذه الأطراف الدولية والعربية وبين حتى دول العربية حول من ندعم بهذه المعارضة وكيف ندعم هذه المعارضة وإذا توحدت بقيادة من يجب أن تكون إلى ما هنالك هاي للأسف في حتى بين الدول العربية في خلافات حولها وربما يعني التواصل القطري السعودي هون يأتي في هذا الإطار. أستاذ وليد شقير كنا بحاجة لأكثر من وقت لحتى نخلص كل الملفات. شكرا لحضورك للإم تي في. تسلمي. شكرا. شاهدينا شكرا للمتابعة. تابعوا دائما آخر الأخبار على تويتر وعلى فيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء.